خلال الموقع الرسمي للنادي الأهلي، وهو فيما يتعلق بالتحكيم، ودي جزئية برضو هنتكلم فيها. بالمناسبة النهاردة هنحاول نتكلم على كل هذه الأمور وفيما يتعلق بأخبار النادي الأهلي، وبالتحديد ما تم الإعلان عنه بشكل رسمي أكتر ما هنعلق على الصحف، يعني لأن الصحف في الغالب هتكون طبعة أولى، يعني ما فيش الطبعة التانية. فالموقع الرسمي النادي الأهلي بيقول إيه؟ إن ناقشت لجنة التخطيط للكرة برئاسة الدكتور طه إسماعيل وبحضور الكابتن محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي الأخطاء التحكيمية الفجة، وحط تحت فجة دي 100 خط بصراحة بقى، التي عانى منها فريق الأهلي على مدار الموسم، وكان آخرها أخطاء طاقم التحكيم في مباراة الأمس في بطولة الكأس، والتي فاقت كل الحدود وتجاوزت الأخطاء التقديرية المقبولة. وتطرقت اللجنة في اجتماعها إلى ما تعرض له الفريق من نزيف نقاط في بطولة الدوري وما جرى في مباراة الكأس، خاصة وأن النادي سبق وأن وجه العديد من المكاتبات لاتحاد الكرة طوال الفترات الماضية، وطالب بضرورة، لو فاكرين حضراتكم اتكلمنا في موضوع الفار ده قد إيه، طالب بضرورة تطبيق تقنية الفار لتحقيق أكبر قدر من العدالة بين الفرق المتنافسة. الفار ده مش في صالح النادي الأهلي والله، ده في صالح الأندية كلها. وتعهد الاتحاد في ذلك الوقت بتطبيق التقنية المشار إليها في مطلع يناير الماضي، وهو ما لم يحدث. وكان تعهد من شهر كام؟ من شهر 10 الماضي، إن في يناير اللي هو الماضي برضو هيبقى فيه فار. طيب أنا بقى عندي سؤال محيرني جدا بصراحة بقى، هو الحكم الإضافي يا جماعة حد يفهمني بيعمل إيه؟ أنا نفسي أفهم والله بجد، أنا مش فاهم، يعني عايز أعرف الحكم الإضافي بيعمل إيه؟ امبارح كان تكرار لنفس الخطأ الحكم الإضافي في مباراة الأهلي والإنتاج الحربي في بطولة الدوري في توقيت ضربة جزاء أزار، خطأ وضربة جزاء واضحة بإجماع كل المحللين في كل حتة في مصر زي حسين الشحات، وكان لسه التعادل 0-0 على ما أتذكر، يعني ضربة جزاء تغير كل حاجة، تجيب جون الدنيا تبقى أحسن معاك. وهي دي الكورة بالمناسبة، الكرة بالمناسبة كده يفرق معاك الهدف ده معنويا ونفسيا بشكل كبير جدا. طب الحكم الإضافي حضرتك أعتقد طارق سامي اللي كان، هو حضرتك واقف بتعمل إيه؟ يعني حضرتك مش شايف العرقلة اللي حسين الشحات مش شايفها؟ ما هو برضو اللي يخلي الواحد بقى يتساءل بشكل كبير، نفس الجزئية حصلت مع أزارو في ماتش الإنتاج، ولا الحكم حكم الساحة اللي المفروض هو قراره الأول كمان خد القرار، ولا الحكم الإضافي خد القرار؟ طب الحكم الإضافي خايف ياخد القرار مثلا؟ ما أنا مش فاهم، يعني نفسي يا جماعة ممكن نعمل له سؤال للحلقة بجد، الحكم الإضافي مهامه إيه؟ يمكن نلاقي إجابة من الناس. الواضح إنه ملوش أي مهام، الواضح إن الميزة الوحيدة اللي عنده إن هو بيتفرج على المباراة من مكان مميز جدا في الملعب، ليس إلا قاعد أو واقف في مكان افضل بكتير من اي حد بيتفرج على المباراه من الملعب، يعني لو في حد بيتفرج من الملعب. هي دي ميزه الحكم الاضافي، او هي دي الايجابيه الوحيده بالنسبه له هو مش بالنسبه لحد خالص. فلازم يكون في مراجعه للمواضيع دي يا جماعه. كابتن سمير محمود عثمان بحترمه بقدره جدا جدا جدا، وواثق جدا ان هو هيشوف حل للامور دي، بس لازم الحل يبقى سريع، لازم، لان دي حاجات بتضيع من الاهلي بطولات، وبالمناسبه مش من الاهلي بس، يعني في أندية كتيرة جدا بتتضرر نسبيا من التحكيم، لكن واضح الأكثر تضررا هو النادي الأهلي، واقعيا الأكثر تضررا هو النادي الأهلي، نيامة النادي الأهلي كمساند للتحكيم. الموسم اللي فات بالتحديد النادي الأهلي ساند بشكل كبير جدا للحكام المصريين، في أندية جابت حكام أجانب في كل المباريات بالنسبة لها، النادي الأهلي الوحيد اللي مطلبش هذا القرار. ليه؟ عشان يساند الحكام. لكن لما يكون وضع الحكام بالمنظر ده او بهذا السوء، واعذروني في المهاجمه مع كل الاحترام والتقدير لكل الحكام في مصر، لكن لازم يكون في موقف، لان في الحقيقه الامر بقى صعب جدا جدا. غير كوره حسين الشحات، كوره للاعب عبده لمالا، انا مش عارف اسمه عبده ايه، لعيب مميز جدا بالمناسبه جدا، كوره ليه جت في ايده ما اتحسبتش ضربه جزاء، في المقابل مع اخر الماتش خالص الكره جت في ايد محمد هاني هي واتحسبت هاندبول على محمد هاني، برضو حاجه غريبه.
والكره اللي مجنناني جدا كمان في الدقيقه الثانيه او الثالثه من الوقت الضايع اتحسب فاول للنادي الاهلي، اتلعب بسرعه، لا كابتن جلال جريشة وقفه رغم ان الكره عادي بتلعب مكانها والكره خلاص. القانون الجديد كمان دلوقتي بيقول لك ايه، العب عادي، حتى لو هتدي انذار للاعيب اللي عمل الفاول تستنى لما الكره تخلص وتدي له انذار طالما اللاعب بيستأنف اللعب بسرعه. اهي دي الكره بتاعت حسين الشحات تمام، والفرق ما بينها وما بين كره ازارو سواء في المكان او في قرارات الحكم، ادي كره ازارو. طيب يا نهار ابيض ازاي الكره دي ما اتحسبتش، انا كل لما اشوفها اتجنن، حاجه غريبه. او بص الحكم اهو اهو والله واقف اهو وما خدش قرار. كره حسين الشحات ادي الكره سبقت، معلش يا بيبو نرجع لكره حسين الشحات، هتلاقي ان الكره سبقت اهي خلاص، الكره ايه عدت رجل حسين الشحات ورجل المدافع محمد حمدي اعتقد في الصوره دي، ورجل محمد حمدي في ركب حسين الشحات. هل ايه المبرر ان دي ما تحسبش بيلين؟ ايه المبرر؟ طب جهاد جريشه بعيد رغم انه مش مبرر، بس خلينا نقول انه مبرر، بعيد جهاد جريشه. طب الحكم الاضافي بيعمل ايه؟ المساعد بيعمل ايه؟ طب لو الحكم الاضافي مش شايف الكره اللي قدامه دي اللي تحت رجله، لو مش شايفها، طب الحكم المساعد كمان رغم انه ممكن يكون ابعد منه ما شافهاش. هل يا جماعه في خوف؟ خايفين من الاخر تاخدوا قرارات للنادي الاهلي قرارات صحيحه؟ النادي الاهلي ما بيطالبش غير بحقه، الاهلي عايز حقه تحكيميا، مش عايزين اكتر من كده. النادي الاهلي قادر ان هو يكسب اي مباراه، الموضوع بسيط، امكانياته عاليه جدا، لكن انت بتعطلني، انت بتحط لي على عراقيل في الملعب، عراقيل تحكيميه واضحه وفجه زي ما مكتوب في البيان او زي ما مكتوب في خبر الموقع الرسمي للنادي الاهلي، دي حقيقه. فانا شايف ان في خوف في الحقيقه، في خوف من الحكام ان هم يصفروا بضرب الجزاء للنادي الاهلي. لازم يكون في معالجه للامر ده، ولازم نشوف حل لموضوع الفار. كل الدوريات في العالم دلوقتي بتستخدم الفار، التكاليف مش تكاليف، لا احنا قادرين، الاتحاد المصري اعتقد انه قادر يشوف موضوع الفار ده. يا سيدي حتى لو ممكن يكون في مساهمه مع الانديه، اتفقوا مع الانديه، لو الانديه وافقت ماشي، المهم تاخدوا خطوات. بقالكم سنه بتقولوا ان احنا هنجيب الفار، مفيش حاجه جت، الاتحاد اتغير او لسه مفيش ناس جديده جت، بس الموجودين لازم يفكروا في الامر ده ضروري ضروري، لان كده الموضوع صعب جدا جدا جدا. وفي النهايه احنا هنا ما بنطلعش مبرر لهزيمه النادي الاهلي خاص بالتحكيم بس، لا التحكيم سبب، عشان الكلام ما يتفهمش يقول لك ايه اهو شوف يا عم قناه الاهلي بيقولوا التحكيم سبب، لا مش اسلوب النادي الاهلي. النادي الاهلي ما بيتكلمش على ان الحكم هو السبب الرئيسي في هزيمه المباراه، لا، لكن هو احد الاسباب الحقيقيه الواضحه جدا جدا جدا. فهي رساله لرئيس لجنه الحكام كابتن سمير عثمان ان انت لازم بدري بدري كده، انا عارف ان هو تولى المسؤوليه قريب جدا، بدري بدري كده اعمل جلسه مع الحكام، لان الكابتن جهاد جريشة الواضح ان قرار الايقاف اللي كان خده من الكاف احنا دافعنا عنه كتير بصراحه، لكن الواضح ان هو كان قرار صحيح، لان في حاجات مؤثره في المباراه ما اتحسبتش وللاسف لصالح النادي الاهلي بس. واحنا هنا مش بنشكك في ذمم حد اطلاقا اطلاقا تمام خالص، لكن بنتكلم في امكانيات حكام، الامكانيات واضح ان الامكانيات ضعيفه، لازم تتطور، طوروها يا جماعه، رساله للناس كلها لمن يهمه الامر، طوروا امكانيات الحكام المصريين، لازم يتطوروا، وهاتوا لهم الفار عشان يساعدهم، لازم، ما فيهاش نقاش. ده السوبر الاوروبي من 3 4 ايام، طاقم حكام نسائي أدار المباراة، طاقم حكام نسائي أدار المباراة بطريقة أكثر من رائعة، يا راجل تحاول تطلع لهم غلطة، مفيش غلطة واحدة، مفيش، ما تقوليش الفار بيساعدهم، لا، ده هما بياخدوا قراراتهم من قبل ما يراجعوا الفار في الحقيقة، والقرارات بتاعتهم بتطلع صح. شوف الناس بتطور بره مع السيدات إزاي، وإحنا هنا لسه عندنا رجالنا المحترمين حكامنا المصريين محتاجين الكثير والكثير من التطوير. فلازم نشوف حل في الجزئيه دي في الحقيقه. طيب ملف